السلام عليكم يا أمي أبويا، أنا عندي ولد اثنين اعتقلوهم ب2010، جو علي للبيت قالوا لي نص ساعة ورجعهم إلك بس نستفسر منهم استفسار، وهاي صار لهم 10 سنين معتقلين، أخذوهم المطار المثنى 3 أشهر يدقون عليهم وأنواع التعذيب، ما خلوا شي، ما سووا لهم إياه يمه، والله ينزعوهم ونتل وكهرباء، وحتى عندهم تقرير طبي يثبت هم متعذبين من الطب العدلي، بعدين حكموهم اعدام. مخبر سري يقول اكو محكمه مال الاحداث بالعبانيه اشتركوا هم على اساس بحرقها، لا بيها مدعين ولا بيها ميتين، قاضي بليغ حمدي يحكمهم اعدام بمحكمه الساعه سنه 2015، ما عندهم لا قتل ولا عندهم خطف ولا عندهم انتماء. والله يا ابني والله تجرعنا المور، يا ابني والله بعنا حتى الفراش اللي ننام عليه بعناه، والله اول ما اخذوهم قالوا لي حجيه سلمينا 5 دفاتر واستني ولدك، مش احكي لكم على الشفتة 24 ساعة اركض لهم 24 ساعة بالمعتقلات، تعال شوف التعذيب. والله في يوم رحت للقاضي المحكمة الساعة دا واجهه على مود ولدي، والله اعتقلني ديواني فتت علي قانوني وهوية اخذوا من عندي بالاستعلامات، وحجزني 3 ساعات بالغرفة اعتقلني، قال اعتقلوها حق لا اله الا الله، والله على كل كلمة اقولها. يمه وهسه ولدي بالناصرية، والله يومين 3 نظل بالشارع على مود نروح لهم ونشوفهم 10 دقائق ما لحق، والله مظلومين، والله يا امة محمد مظلومين، والله ابرياء يا امة محمد، والله الكلاب تفتر علي أنا يعني بالليالي وإحنا قاعدين يم السجن نريد يطلع الصبح حتى نشوفهم، إش نحكيكم على يا ضيم شفناه، على يا ضيم، على يا بلاء، وكل المعتقلين أكثرهم والوياهم هم نفس سالفتهم، هم مظلومين هيك. اللهم لك الحمد والشكر يا ربي يا إلهي يا مولاي، تفرج عليهم وعلى كل المظلومين الأبرياء، الله شاهد ولدي مظلومين. طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب، واللي راح نبدي بقراءة بعض الرسائل حول مطالبتهم. يعني أغلب الرسائل صراحة صار لها أيام، وخاصة مع بدء أزمة وباء كورونا أهالي المعتقلين يطالبون بالعفو العام. نقرأ بعض الرسائل. رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى قناة الرافدين ولكل مشاهدي قناة الرافدين، نحن نطالب بالعفو العام ونتمنى منهم إصدار العفو العام بأسرع وقت ممكن، لأنه قرار مهم لأجل الحكومة كما يقول، والله العظيم مظلومين، والله العظيم. وأما بالنسبة للإرهاب والله مظلومين بسبب المخبر السري، وكلهم مظلومين وحسبي الله ونعم الوكيل، وأتمنى توصلون صوتي. رسالة أخرى: السلام عليكم، يقول ما جاي يصدرون قرار العفو العام، نطالب بالعفو، خلي يرحمون السجناء حتى الله يرحمنا من هذا المرض. أم صالح من صلاح الدين تقول: السلام عليكم، شكرا لقناة الرافدين البطلة، الله يحفظكم جميعا. تقول: أخي العزيز، أنا عندي ابني معتقل في سجن الحوت، والله ابني بريء ومحكوم إعدام، والمشتكي مخبر سري، وناشدنا الشرفاء الخيرين أن يلتفوا إلى الأبرياء في السجون، وعند شهود من السبايكر منتسبين في قاعة السبايكر الجوية، وهم من بغداد والبصرة، وعند تسكية من المختار والشيوخ ووجهاء العشائر. تقول: والله قناتكم صوت المظلوم، ربي يحفظكم جميعا للكادر. رسالة من أم سارة تقول: تحية طيبة إلى قناة الرافدين قناة المظلوم، نطالب أهل الرحم وأهل الغيرة ينطون عفو عام ويفرحون الأمهات والأطفال. تقول: والله تعبنا، ولدنا صار لنا 4 أشهر ما شايفيهم، ما ندري إيش صار بيهم، والله ابني أخذوه من الشارع، تقول أقسم بالله يعني عذبوه ويعني شوهوا جلده، أقسم لك بالله بريء. تقول مسارة، تضيف: حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، تحية إلى قناة الرافدين، نطالب بالعفو العام. نعم.
واستمر بقراءة الرسائل. يعني بعض الأخوة يتصلون على الواتساب، الواتساب فقط في رسائل قصيرة، أرجو أن تكون الرسالة قصيرة حتى نقدر نقراها كل هنا كل الرسائل، أو على الأقل يعني أغلبهن. نعم. مرحبا أخوي، بالنسبة لمنطقة اللطيفية أكو معتقلين ما نعرف منو اللي أخذهم بنص الليل، صار لهم 5 أو 6 سنوات وما نعرف أي شيء عنهم، نتمنى تفتحون موضوع اللطيفية أخوي وأني أشكركم. نعم. السلام عليكم، أنا من قضاء الطارمية، إحنا حاليا في الحظر، حالتنا حال مؤسفة. والشيء الثاني يعني أخوي معتقل صار له 5 سنوات، يقول والله كل شيء ما عنده بس مصدر صعد علينا، والله هو السائق كيه بس احنا شو نقول، الله على الظالم، احنا مظلومين في هاي الحكومة، نطالب بالعفو العام. اكو اتصال؟ في اتصال؟ ام جهاد من الانبار، تفضلي ام جهاد. ام جهاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، اهلا وسهلا بيك. يضعف قلبي يا يمه. يا هلا بيك. عندي وليد محتقل. نعم. بالتالي. نعم. قالت لي 6 أشهر جهته تهتم سوي عملية بالنتف. نعم. ايه، وهاي ممنوع التجوال ما واجهته، وما اعرف اخبارك، كل شيء ما اعرف عنه. نعم. تسمعني؟ اسمعك اسمعك. وجاني خبر من عنده، ميت من الجوع وصاير بيه ذا سرية، ونتنل نتنى السماح من عندكم والغنام مالتكم الطيبة، تعطون طعام تخلونا نواجههم، خلي يخابرونا بس نحكي وياهم نسمع صوتهم، واني والده مريضه ونايمه بالفراش. نعم. انحكم ابنك ام جهاد؟ ابنك انحكم؟ اي ابن انحكم. كم سنه؟ انحكم 10 سنوات. شنو التهمه مالته؟ التهمة مالته هم كان المخيمات مال الثلوجة. شنو التهمة مالته؟ لا مال السلاح. اي، وصار له 10 أشهر مخلص الحكم مالته. يعني كمل الفترة مالته؟ كمل وصار 10 أشهر زيادة. عيني عندي بيتي وبعته وحطيت بحلوق المحامية 2 بالرمادي وواحد ببغداد، وكل نتيجة ما سووني. شو يقولون؟ روح نواجههم عم الشباط 5 دقائق ماكو بالتاجي، اقسم لك بالله. يعني هو انحكم وخلص المحكومية وصار له 10 أشهر فوق المحكومية. هي امه هي ها؟ نعم. قبل داعش كنا لا نعرف داعش، هاي القضية مالته قبل داعش. نعم. اي 3/8 2013 انحكم. نعم. اي، ونطلب من عندكم المساعدة، ساعدونا استلطونهم عفو، تخلونا نشوفهم ونقابرونهم، بس نريد من عندكم بس نشوفهم يا ابني. الله يعينكم الله يعينكم. زين المحامين شو يقولون ام جهاد؟ والله المحاميين يقولون الله يسوي لهم كفاله من محكمه، ومحكمه ماكو هسه، محكمه ماكو. نعم. ايه، الله يفرج الله يفرج. خلوا فلوسي، اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، عندي بيت بعته وحطيته بحلوق المحاميه، والمحاميه كل شيء ما سووا لي غير رحمه الله، وما عندنا غير الغنات مالتكم الله وانتو، حتى الكله مالتي تعبت ووقفت من ورا القهر والطين، وعنده جهاد دايحين ومحدة دايحة ومقصورة بلاتينات برجلي من التعب اللي شفنا عليهم، والحكومة كل حال ما يسوونا غير حال الله. الله يفرج الله يفرج عن كل مظلوم. الله يعينك ام جهاد من الأنبار كانت معنا. أسراء من بغداد، تفضلي أسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا يعني نعم. إحنا ما طالبين شيء من الحكومة، إحنا طالب بس نريد يعني يفرجون من السجناء، والله طلب يعني الترفع السجناء كلها طلب. نعم. يعني حتى انت برايك يعني دول السجن كلهم مجرمين، ترى هم اذا حيل قتلته يعني
يعني اقل شيء 100، ودول المجرمين ترى كلهم بيضطرون برا، يعني انتم حاطينهم ظلم، يعني احنا ما طاقين، يعني بابا على باقي الدول كلها افرجت عن السجناء الا احنا العراقيين، يعني ايش وقت احنا العراقيين نضل هذا الوقت؟ يعني ترى والله ما يصير، خلي يحسون، يعني كل ما يجيبوا لنا واحد جديد يعني نقول نتامل ونقول ان شاء الله وراح يصير فيه، يعني انه بنصير الاسوء، العراقيين يوم عن يوم بيصيرون اسوء. افرجوا عن السجناء، يعني ترى والله ما يصير كلهم ظلم. يعني انت تتوقع يعني دول السجناء كلهم يعني مجرمين؟ ترى ما يصير. يعني احنا عندنا اربع مساجد، اربعه. واحد منكم حتى صغير، يعني مو متهم كل شيء من الدنيا، يعني بس عمره 18 يعني هذا شو متهم من حياته؟ انت طفله بنيه خلاها وزوج سواها بعد تجاهها، يعني شو ظلم هذا الحال؟ ترى حرام عليكم، هذا ظلم، يعني خلي يحسون، يحسوا صوت، ليش يعني يضحكون علينا؟ كل مرة يقولون لنا إي راح نسوي حد وقطعنا عفو وطينا عفو وكذب، ماكو لعب، وين العفو؟ نريد نشوف العفو قاطعات، يعني إلا تصير يعني ذاك الوقت من تصير مظاهرات وهاي يقولون يضحكون علينا نقطع عفو، وين العفو؟ وين؟ وإذا صرتوا تكذبون اكو مرض كورونا، يعني أنتم خايفين علينا وما خايفين على المعتقلين؟ نعم. يعني قولنا جواب نهائي، ليش تضحكون على العالم؟ كل مره تقولون لنا اي انفرجنا عند السجناء وهذا، يعني ترى والله ظلم، الله ما يرضى احد. كافة عاد يعني كافة يعني خلي يحسون، يا دولة هاي دولة تضحك علينا. يعني ظلم حق، وثاني شيء سادين الاطر هم عارفين هم اكو مرض كورونا، ليش ما يفرجون عند السجناء؟ يعني يردون موصول في داخل السجن؟ كافي كافي، حسوا حسوا يا عالم يا ناس، ترى يعني والله كافر الكفار ترى احسن من عندنا، شوف باقي الدول، شوف ايران كلها حلت السجناء، الا احنا العراقيين يعني ظلم هذا، اذا صار في على المسجنين يعني شو يصير؟ شو يصير بالدوله اذا صار في على المسجنين؟ طبعا بيهم هم فيهم هم يا هو اللي يصفي ويحاضر نفسه يعني يجمع المساجين مسجونين داخل، شوف كله ظلم كله سجن، ما استوى اكو سجين، ما استوى اكو سجين مجرم داخل السجن، المجرمين كلهم خارج السجن والمظلومين كلهم داخل السجن، يعني شنو ذنبه؟ صدق في المنطقه وخدم كل شيء، الله الله يعينكم، يعني واحد مجرم ليش ياخذون الفلوس؟ نعم انكم احنا ملينا، احنا ملينا ما نريد، احنا نريدكم توصلون صوتنا، كافي يعني كافي اللي يحسون، يعني الله ما يرضى ان عنده ثلاث جهال واربعه وخمسه شو يقول؟ يعني هسه عندنا احنا ثلاث هون مدفونين ابرياء وابويا وياهم، يعني ترى والله حرام حرام عمي، حسوا حسوا يعني وقت الصوت، احنا ما نريد حكي، احنا ما نريد نسمع بالعفو يوميا، نعم من يخصصون العفو؟ ليش يخصصونه؟ يخصصونه طبعا من اللي يدفع فلوس وهاي يطلعونه في كم واحد حتى يفتون الشعر، ليش ليش ما يطلعون، ليش ما يطلعون عفو عار؟ ليش ما يطلعون عفو عار؟ الله يفرج عن كل بريء. أسرى مبارات كانت نعم نعم. شكرا أسرى من بغداد كانت معنا، والله قصص يعني ومآسي صراحة، يعني أم جهاد مثلا تقول أنا ابني خلص المحكومية مالته صار له 10 أشهر من خلصها ولغاية الآن لم يتم الإفراج عنه، ظلم ظلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة من أبو محمد من الرمادي يقول السلام عليكم، أول شيء أطلب من حضرتك تقرأ الرسالة بالكامل أخي العزيز نقراها إحنا، يقول إذا مو زحمة، يقول أستاذ أتمنى أن تلمسوا معاناتنا إحنا الآباء والأمهات لهؤلاء المظلومين من المغيبين دون ذنب أو جريمة. يقول اتجهنا إلى بابكم يا سادة حول المطالب بكشف مصير أبنائنا المغيبين، وأن تجبروا كسرنا والضمد جروحنا، إحنا أهالي معتقلي الرزازة، نطالب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، نريد العفو العام منكم، نشكر قناتكم. الله يفرج عن كل بريء ويفرح كل عائلة عندها ابن مغيب، ابن ما تعرف مصيره. رسالة يقول السلام عليكم أخي عمر، دا أتصل على الرقم المخصص من العراق
يقول الرقم المطلوب غير داخل بالخدمة، بلكي نشوف شو المشكلة. أخي العزيز عندك أرقام موجودة على الشاشة، والرقم اللي دعا تتصل عليه احتمال هذا رقم قديم، يعني الأرقام ظاهرة عندك ثلاث أرقام، يعني دائما الرقم اللي من العراق نخلي الموبايل من العراق مع الأسف، يعني الجماعة دا يحرقون الخط وأكو تشويش على القناة. ممكن ترسل لنا رسالة على الواتساب هنا ونقدر نقرأ لك إياها إذا ما تقدر تتصل علينا على هذه الأرقام. عبد السلام من الموصل يقول السلام عليكم أخي العزيز، أنا عندي أخويا مفقود ما أعرف كل شيء عنه، نطالب بالعفو العام. نوار من هولندا يقول السلام عليكم، على برهم صالح أن يصدر كتاب رسمي لتبييض السجون. نعم طبعا احنا بالمناسبة نتحدث دائما نأكد على هذا الموضوع، يعني عندما ننقل صوت المظلومين، صوت العوائل المكلومة بأولادها، المعتقلين، المغيبين، الأبرياء، ونطالب بالإفراج عن المعتقلين اللي أغلبهم من الأبرياء، كثير من الأبرياء، والتعذيب اللي حكينا عنه البارحة وقبلها وقبلها الممارس من قبل السجانين. ما نطالب إحنا بإطلاق سراح المجرم أو تاجر المخدرات أو اللي قتل يعني وثبت عليه، يعني جرم مثلا على شخص قتل إنسان وحكم القاضي. احنا نتكلم عن النسبة الأكبر من المعتقلين اللي المخبر السري كتب عليهم تقرير وراحوا بيها، اللي اعتقلتهم الميليشيات، اللي ما معروف مصيرهم، اللي راحوا بالسيطرات، اللي قضى محكوميته مثل ما تحدثنا قبل قليل وسمعنا أختنا أم جهاد شلون إنها ابنها صار له 10 أشهر من خلص المحكومية ولغاية الآن ما طلع. فحتى نكون واضحين بالصورة. نعم أكو اتصال. سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخونا. حياك الله. أهلا بك. هذه سنة مباركة، بارك الله في أهل العراق. الله يسلمك. أول شيء أول خرق سرقوا هذول المجموعة العصابة الكاظمي، هذا أصلا مزدوج وجنسية وهذا مرفوض من قبل المتظاهرين. ثاني شيء العالم كله لو اعترف بهذا الكاظمي والله ما يجي ولا واحد إن شاء الله من هذه العصابة إلا واحد شريف من أهل العراق والشرفة. الثالث شيء الحمد لله الشعب العراقي أصبح واعي أدقى منكم يا عصابة القتل والخسة والإجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمار من الأنبار، تفضل أبو عمار. أبو عمار نصين التلفزيون الله يخليك. نصين أصم التلفزيون للأخير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا بيك. شلونك أخوي؟ شلون صحتك؟ حياك الله يا هلا بيك. سعد عمر احنا جماعة الله يسلمك. نعم. جماعة المعتقلين الرزازة احنا. نعم. الناشد من قناة الشريفة سعد عمر. من أنت؟ احنا شنو يقولون احنا المتعف خاص عفو خاص 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 العز يتبرعونهم واحنا مظلومين ما حد قال نعم Boy.
نعم. يعني انا عندي بنت ابني تقول لي جدو بابا يفتح ويحبه، يعني شوف على هالدرجه جدو ليش راح بابا يحبه؟ نعم. بابا يا جبري والله الله يعينكم نعم ابو عمار الله يفرج عن الابرياء. انا اشكرك ابو عمار من الانبار كان معنا. حاتم من السماوه تفضل. حاتم تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني؟ يا هلا بك. وياك حاكم من السماوه. حاكم نعم. هو يعلمون معتقلين ذولا ويعلمون السجناء ومظلومين. نعم. احنا نطالب بعفو خل العفو يكون يشمل الفئات المظلومه. نعم. يعني لحد الان اسمه ما منطين العفو بصوره صحيحه، منطين يعني العفو صوره جزئيه. يعني هذا ترى يا اخي يعني هذا ظلم هذا. نعم. الله شاش هذا ظلم، يعني ناس نعم. مظلومه يعني كله ظلم وظلم. الا شيء باطل يا اخي. نعم والله يا ريت يعني احنا مشيت صوتنا والله بلكي الكاظم يسمعنا بلكي غيرنا يسمعنا. نعم يعني انتم صوتنا حاليا انتم صوت الشعب هسه حاليا صوت الشعب اسم. هذا واجبنا اخي حاكم. انت يعني اخوك منو اللي مسجون؟ هم تروح تزوره بالسجن؟ والله اخوي والله. اي وين مسجون؟ بالسماوه. شلون وضعهم؟ والله اخوي وضعهم حاليا احنا لحد ما زالهم صار شهرين مانعين من عن باطن ما وصل. قبل الحظر من كنت تروح شلون وضعهم بالسجن؟ والله اخوي وضعهم يعني زين تقريبا والناس يعني دول الناس يعني اهل زين يعني متعاونين والله شرطه وهاي يعني كل زين متعاونين. نعم اي والله بس احنا نريد من هالحكومه الجديده يعني تسوي لنا حل ما خلينا شيء يعني يطون عفو العفو يطونه ما يطون عفو بصوره صحيحه يا اخي والله يعني والله العظيم ظلم يعني جاي يبوقون وجاي ينهبون وجاي يسوون اشكال انواع يعني ترى ما هاي السعوديه ترى بعيد هاي السعوديه ما قريبه عليك السعوديه اذا اجى رمضان او اجى العيد يعطون عفو عام يعني سوي هو كل سوى كاتب تاليف ذابح هو اذا احنا نعم. انتم صوتنا الوحيد هسه حاليا شو القنوات ما حد جاش الموضوع بس انتم تطلب من الله منكم يعني تصون صوتنا والله لا اكثر شيء مناشده يعني. نعم الله يفرج عن كل بريء. انا اشكرك حاكم من السماء وكان معنا. ام عامر من الموصل. نعم انا معاذ من الموصل. عندي معتقلين اثنين في سجن التاجي. نعم. واحد مواليد 94، واحد مواليد 96، واحد تهمه انه متشابه اسماء باسم واحد داعشي. فقيموا علي 45 ورقة وانطيتهم. نعم. وبعدين ساوموني على العرض، واشتكيت عند جميع الدول الألوية الموجودة بالموصل، وقلت لهم المقدم فلان. والرائد فلان ساوموني على العرب واخذوا مني ابني عمره مواليد 96 لا صوت ولا ذنب بريء نتيجة المخبر السري، والمخبر السري اسمه طارق علي حسين كنو من اهل المنطقة كان مرتب الداعش ويبيع سلاح الداعش. نعم. زين واشتكيت عند اللواء عبد الخالق الخيكاني استخبارات مكافحة ارهاب الموصل كلها والعراق، واشتكيت بالحمام وما حد لبالي طلب من قدر ضابطه اسمه رايد احمد ابو جهاد مكافحه الارهاب. تعال ايش قد الحكمه؟ الحكمه ومن 2017 اخذوهم من عندي بدايه تحرير الموصل، واني كل منطقتي تشهد اني اني وولدي ابرياء وولدي اخذوهم سبوا
سبب تهمة باطلة هي الاغتصاب، رادوا يغتصبون بذاك الوقت وما انطيتهم مجال، وسببوا ولدي بهذا. واخذت شهود من الموصل المحكمة الساعة القاضي جواد حلفوا يمين قدام وان هذول ابرياء ورادوا الاعتداء على امهم بالمنطقة، وما انطت نفسها للقوات الامنية وللمخبر السري اللي اسمه طارق علي حسين كنو. ايش قد انحكموا؟ انحكموا الذخيرة ب 96-20 والكبير 15. نعم. واني اسمي ام عامر صحيح من الموصل، بس اني اسمي حياه اسماعيل عبد الله عنقود، وولدي ابرياء ابرد من السماء، والله يشهد علي اذا ولدي عندهم انتماء لداعش يجون يقفون قدامي، اهل منطقه الوقفه وياي ودافعوا عني وعن شرف وعن شرف اولادي. وزوجي معاق يحبي على يديه وخذوهم منه جروهم جر منه. زين؟ وانطيت 45 ورقة لطارق، وانطيت 45 ورقة للمحامية نور عبد الكريم العداوي. نعم. الله يعين. مصائب. أم عامر من الموصل كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. وفاء للشهداء ولأهالي الشهداء. مليونية في حقهم ضد مجلس النواب. مليونية ضد زمرة الأحزاب. مليونية نرفع صوت الطلاب. مليونية بعد الأزمة الثوار. مليونية صرخة كل الأحرار. مليونية صبر وعزم وإصرار. مليونية ضد مجلس النواب. مليونية السلام عليكم. اليوم زارنا ضيف عزيز وشيخنا وخالنا العزيز ابو زين العابدين من الحريه. الراس اخوي الله يحفظه يسلم راسك. بس انا بدي اسأله سؤال وحتى اوضح لكم بهذا الفيديو من اللي قاعد يقوم بهاي الحملات، يعني مو كلها وانما يعني الاكثر اللي قاعد يسعى بهاي الحملات مساعده اخوتنا اللي تضرروا اثناء الحرب. ابو زين هاي الوجوه وين شايفها؟ هاي شفت تسولفون عليها بساحات التظاهرات بين محافظه النجف والعراق. خوش يصيحون جوكريه، هاي ارفع موبايل، هاي الجوكريه لحد الان 250 الف وجبه محافظه النجف. بس هذا الموكب مال هذول اخوتي يوميا يوزعون من 900 الى 1000 و1100 و1200 اليوم الواحد عائله. 1000 عائله باليوم يطعمون عوائل متعففه، وهذا واجب الكل. شوف هاي الجوكريه اللي تحجون عليهم وطعنتوا بيهم، هاي الابطال وشباب محافظه النجف، هاي قدامكم من الصبح لليل يشتغلون خدمتهم الخدمة النجف للعراق. من نعم منك أبو زين. على الرأس والله رفعت رأس أخوتي. الله يحفظك. من نعم منك. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، معنا اتصال محمد من بغداد. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا أنا عندي أخويا معتقل صار له 5 سنوات. نعم. لدى ينطون عفو الاستجناء لا غير، وهو بريء. وش يعني هاني من يجون أطفال ويسألوني يقولوا لي عمو بابا وين، يعني شو إذا أقول لهم؟ نعم. شنو ذنب هاي الاستجناء؟ يعني إحنا نطالب بعفو وأنت صوتنا، أنت توصلون صوتنا. نعم. فإحنا نطالب يا أخوي نطالب عزيز نطالب بعفو للأبرياء دول اللي بتجيهم. نعم. ايش قد انحكم اخوك محمد؟ اخوي انحكم اعدام. صار له ايش قد؟ صار له من 2014. اي. وهسه احنا عندنا كل شيء، يعني هاي من اجانا هذه الوباء لحد الان ما نسوها على المواجهه، صار لنا بالاربع اشهر ما في مواجهه.
وين مسجون؟ بالناصرية؟ بالناصرية نعم. تهمة إرهاب ها؟ نعم نعم. نصي التلفزيون محمد، نصي التلفزيون. يعني احنا نطالب بعفو لهم وش يعني؟ والله كلهم دول اللي بالسجون كلهم أبرياء وش المجرمين برا يلعبون يسيحون كيف. نعم. فأنتوا صوتنا ونريدكم توصلون صوتنا ونريد عفو عام منهم ونريد عفو عام لثابت السجناء. نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. محمد من بغداد كان معنا. رسالة واتساب، أم غدير تقول السلام عليكم نطالب بالعفو العام. رسالة يقول أو تقول السلام عليكم، المسؤول يبوق مليارات ما حد يسجنهم بس الشعب واقع بيها. رسالة يقول السلام عليكم. وأنا أحب صوتنا. نعم أخي محمد يوصل صوتك إن شاء الله. شكرا لك. رسالة يقول السلام عليكم، أنا أحب أوجه رسالة إلى الشعب العراقي، اطلعوا والله دولتنا حرامية، والله إذا نظل قاعدين يوميا يموتون الآلاف من العراقيين. أنا اسمي محمد صالح، خلونا نوقف، كنا سنة وشيعة وكل العراقي حامي نفسك لنفسك. يقول أخي مخطوف صار له 5 سنين، يقول تعبنا والله. رسالة من زهراء تقول السلام عليكم من الناصرية، يقول أخويا مسجون بالسجن الإصلاحي بالناصرية، نطالب بالعفو العام، رجاء توصلون رسالتنا. رسالة السلام عليكم، تحياتنا إلى قناة الرافدين الوطنية الأصيلة، بخصوص العفو العام نقول لا نترجى خير من حكومة تابعة وعميلة ومجرمة. تقول أو يقول لو يدعي أو يدعو من يمثلون أو يدعون تمثيلهم للسنة بالانسحاب من الحكومة لكان أعطوا عفو عام، ولكن جميعهم سراق وقتلة وعملاء بالاستثناء ممن هم في حكومة الغبراء، ولكن يد الله فوق أيديهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. السلام عليكم أخي الكريم، أنا من أهل الأنبار القائم، عندي أخويا انفقد عند حزب الله بالرزازة مع 2700 أسير وأكثر من 4000 مخطوف لدى داعش، منتسبين من أهل الأنبار، وبينهم 7 ولد عمي و60 واحد من المنطقة، ما لنا غير قول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. تحياتي. رسالة السلام عليكم ورحمة الله، تحية إلى قناتكم البطلة التي تناشد من أجل الحق، أنا ابني مسجون بالتاجي بسبب المخبر السري والدعوة كيدية، ونطالب بالإفراج عنهم، ونطالب منكم أن تطالبوا بالعفو، وهو أحداث، وكنا محامي لكن المحامي أخذ الفلوس ولم يفعل شيء، نرجو أن توصلوا صوتنا إلى حتى انه لم يبلغ سن الرشد. شكرا جزيلا ام ابراهيم. نعم. السلام عليكم، تقول تحياتي قناة اناشدكم باسم الحي القيوم بهذا الشهر العظيم بان يطلقوا سراح السجناء المظلومين، نداء لحكومه الخضراء كافي بعض الظلم. ثانيا احنا شريحه من الموظفين المتقاعدين نطالب منكم تناجدون المصارف والجمعيات الأهلية بإيقاف الاستقطاعات منا، والله الفوائد كسرت ظهورنا يا أستاذ. تحياتي محمد الشمري. أكو اتصال دون استمر بقراءة الرسالة. أم علي من الموصل، تفضل يا أم علي. هلا بك وأخوي. أهلا وسهلا بك. تسلم يا أبا. الله يسلمك، تفضلي. الله يحفظك. عندي ولد ضايع. عندي ولد ضايع مفقود قبل التحرير. ام علي ابنك مفقود؟ ابني مفقود. ماشي. يا سنه كانوا والله وصلوا فوق السنين. ها فوق السنين صار لي. بيا سنه انفقد مثلا
17. ام علي خلي واحد يحكي حتى افتهم عليكم. واحد يحكي. تمام. صار لك كم سنه من مفقود؟ لك 2017. تمام. منو اخذ؟ تعرفون منو اخذ؟ هاني نواف محمد ابراهيم. تمام. تعرفون منو اخذ؟ لا والله يا يابا ترى بيها فيها سيارات مسوده اخذوها من بيتي. اي من منطقه بعدوش. نعم. وابني منتسب والله منتسب بالشؤون من بسنجاب كان. وعندي عيال وعيال وسع باسره بالعبور بالموصل والله منتسب كل شيء. ام علي نصين التلفزيون الله يخليك. ها؟ التلفزيون ليش معليته؟ نصي لي اياه. ولا ما توقف التلفزيون. واخذت الرغبه من التلفزيون. يعني ما تعرفين هسه هو بيا سجين بيا معتقل ما تدرون بيه؟ لا 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 ابد حرام. ما راجعتوا شرطه جيش؟ ما خلانا حتى كتبنا مفقود. اي قل والله. وعندي عيال شفنا براسي عمته وام عمته. نعم الله يفرج. محمود احمد محمد. نعم. اسمه ايش قد عمره؟ ايش قد عمره؟ ايش قد عمره والي؟ 73. موالد 73. 73. نعم الله يعينكم والله يفرج عن كل بريء. ام علي من الموصل كانت معنا. بس ارجو من المتصلين دائما نقول يا احبائنا يا اخوتنا يا اخواتي اللي يتصل خلي نص التلفزيون هو صوته على الهواء. ليش يسمعه؟ يمكن الشعب العراقي اكثر شعب يحب يسمع صوته من يتصل على التلفزيون. فارجو منكم تنصون التلفزيون لما تتصلون. هاي وحده. ثانيا بهذا الموضوع او بغير موضوع ممكن واحد من العائله من المتعلمين يطلع ويحكي. يعني مو بالضروره تكون ام المعتقل اخته قريبته اذا موجوده. تفهمنا اكثر حتى نفتهم حتى يوصل صوتكم حتى تسمعكم المنظمات. يعني الحجيه ما تعرف خطيه نسالها ما تدري بياسنا بالضبط ايش قد عمره ما تدري يمها الاطفال يتكلمون. فنرجو منكم حتى يعني نستغل الوقت لان وقت البرنامج ضيق جدا. نعم نقرا رسائل واتساب. ام محمد تقول وين الشيوخ والعقول اللي نخاهم نريد العفو العام وين اهل الغيره وين اهل الشهامه ترى امنا بكم كبير لا تخيبونا وكرر وينكم اهل الجنوب. نعم رسائل كثيره والاخوه يتصلون كذلك. اعتذر عن استلام الاتصالات على الواتساب. الواتساب فقط للرسائل القصيره. ارجو تكون الرسائل قصيره ورسائل واضحة حتى نقدر نقرأها. أتمنى قراءة رسالتي ونطالب بالعفو العام. والله ماكو عفو عام والله العظيم. نعمل مظاهرات يا حكومة. المساجين صار كلهم وصخ وجرب وشنو هاي مال النفط ولا كل شوف الناس وانحير. بس والله الرسالة ما تنقري ما أعرف يعني ما أدري شنو هالإملاء. أخي العزيز مثل ما نقول على الاتصالات اللي يريد يكتب رسالة خلي يعطيها الابن الأخو المتعلم حتى نقدر نقراها. ما معقول الإملاء يعني أبدا مو واضح. طبعا يعني لا تزعلون علي بس شوف هاي التراكمات 2003 ولغاية الآن. يعني التعليم بالعراق دا ينعكس حتى على هاي الرسالة البسيطة في الواتساب. يعني أوكي أنت الرسالة تختلف عن كلامك العامي من تحكي ويا صديقك ولا ويا أخوك ولا ويا أهلك. الرسالة شوية لازم تكون بها شيء من المفهومية حتى واحد يقدر يفهمها ويقراها. مع الأسف هذا أحد انعكاسات وما جلبته لنا الولايات المتحدة الأمريكية من الديمقراطية. نعم معنا اتصال عقيل من البصرة. تفضل عقيل. عقيل السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بك. مشكورين لكم
قناتكم الموقرة. يا هلا بك. المساكين والمغيبين. حياك الله، تفضل. نحن مجموعة من ذوي الأسرى والمفقودين، ولو خارج نطاق موضوعكم، لكن احنا عوائل أسرى مفقودين الحرب العراقية الإيرانية. اي. وعندنا أدلة بالوثائق بوجود آبائنا وإخواننا بسجون إيران، أغلبهم غير مسجلين بالصليب الأحمر العراقي. نعم. ما يقارب 32 ألف أسير مفقود عراقي، وإحنا ذويهم عندنا بعلم حدودهم. وناشدنا الحكومة العراقية، الحكومة التنفيذية، الحكومة التشريعية. نعم. وما نحصل على أي جواب، هو جواب واحد، إيران لم تمتلك أسير عراقي. نعم. وقبل سنة تسربت معلومات عبر السوشيال ميديا من مواقع فرنسية وألمانية، تسربت صور أسرى سجون إيران. نعم. وأكثر ذوي الأسرى المفقودين تعرفوا على ذويهم، اللي تعرفت على والدي من خلال هذه الصور المسربة من السوشيال ميديا من عبر مواقع ألمانية وفرنسية. نعم. وناشدنا الصليب الأحمر العراقي، ناشدنا المسؤولين، ناشدنا جميع البرلمانيين العراقيين، لكن ما تقبلنا للأسف. احنا نريد عبر قناتكم الموقرة نوصل صوتنا للجهات المختصة. نعم. للمسؤولين، لأن احنا نريد نعرف مصير ذوينا. احنا متأكدين وعند الأثار والأدب وجود أعباد وخوفنا سجون الإيراد. نعم. وعندنا أحسان المعسكرات وعندنا الله يعينكم. الله يعينكم. نعم. نعم. هذه هي مأساة في عقيل. نعم وصل صوتك. هذه هي مأساة يعني مستمرة من يعني عشرات السنين، موضوع الأسرى العراقيين بيهم كثير ما معروف مصيرهم، طيبين ميتين ما حد يعرف مصيرهم. هذا نموذج عقيل تكلم به. أبو علي من الموصل، تفضل أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي ابني من يوم 17/2017/6/3. نعم. خذت الفرقة التاسعة ما أعرف. نعم. نعم أبو علي. انقطع اتصال مع أبو علي من الموصل. نقرأ رسالة واتساب. السلام عليكم أخويا حذيفة الحكم من وراء المخبر السري، نطالب بالعفو العام. نعم. السلام عليكم، أنا عبد الرحمن الموصل، نطالب بالعفو العام. صار لنا 5 أشهر عمي مسجون بالناصرية، وكل شيء ما نعرف. الوزير الجديد سكت على العفو العام، أطلقوا السراح الأبرياء وحسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة، والسلام عليكم. نعم. أم عمر من الموصل تقول السلام عليكم، أرجوكم أرجوكم نطالب بالعفو العام على أولادنا، ما نعرف عنهم شيء بسجون الموصل، ما دي يفهمون فد مرة. الضيف أولادنا ما نعرف عنهم شيء، ابني مواليد 2000 صار لعشرة أشهر ما نعرف عنه أي شيء. نعم. نعم. رسالة واحدة أخواني حتى نقدر نقراها، أرجوكم مقطع سطر واحد سطرا. نعم. أني السلام عليكم، عندي أختي قابعة في سجون بغداد ظلما، تركت أطفالها وحياتها لم تتجاوز 30 من عمرها بحجة تستر على زوجها، وتتهم بما أنزل الله به من سلطان، وطبعا هي قطرة وسط بحر هنالك الآلاف من الشابات والنساء المظلومات. بعض الفتيات لم تتجاوز أعمارهم 20 وتم الحكم عليهم أو عليهن بالمؤبد والإعدام بحجة التستر. أرجو إيصال صوتنا، اترك الرجال عليكم بالنساء وأطفالهم، لأن شيء يندى له الجبين. مآسي. نعم. اتصال إبراهيم من الموصل. أم إبراهيم من الموصل. نعم تفضلي. أخي
يابا والله نطالب بالعفو. نعم. عفو العام للمساجين والمطلوبين من قبل المقبرة. يابا والله مثلنا ومثلنا. نعم. والله يا ابني ابني يا اخويا الحكم ظلم 15 سنة اعترف على حاله من التأديب المدافعي. العفو العام. نعم. وسلامتك الله يوفقك الله يطول بعمرك وان شاء الله قناة الراشدين. نعم. سلامتك. الله يسلمك ان شاء الله يعينكم ويفرج عن كل بريء. أنا أعتذر من يعني عدم قراءة بعض الرسائل لأن الوقت ما يكفينا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.